ومعي عبر الهاتف بعد الصحف، وأتمنى أن أعيد على هذا الزميل الجميل والذي لم نلتقي أبدا في العيد، الزميل أحمد فتح الله. صباح الخير عليك وكل سنة وأنت طيب. أنا بقول لك أحمد فتح الله، ما أنا بقول لك محمد فضل الله. أسمع دي مقصودة ولا أنا ما تعودت على أحمد فتح الله من أول يوم جيت الغنم بقول لك أحمد فتح الله. تعرف خلاص وش الطوالي. كيف يا محمد كل سنة وأنت طيب؟ كل سنة طيبين يا أخي، ربنا يحيي الأمان إن شاء الله من العايدين. اللهم آمين يا رب يا محمد. برضه الملخص يمكن أول يوم بعد العيد. والله الحمد لله كله تمام، عندنا شنو الليلة الرياضة عالميا ومحليا خصوصا إنه مبارك. والله كل سنة الناس طيبة، وطبعا بدأت حمى القمة هلال مريخ إن شاء الله حتكون بإذن الله تعالى يوم الأحد بإذن الله، تحدد لها إنه تكون مساء الساعة 7. وسط طوابق طبعا مشدده جدا واشتراطات صحيه، طبعا المباراه بدون جمهور هي مباراه في ختام مباريات الدوره الاولى للدوري الممتاز اللي لعب عن طريق التجمع في ولايه الخرطوم للانديه شاركت فيها. بعد ذلك بتبدا مباراه واحده بعد يومين ان شاء الله من مباراه هلال المريخ اللي هي حي الوادي نيالا والمريخ العاصمي. بالتالي اتوقع انه مباراه القمه الهلال والمريخ استعدوا لها استعداد جيد جدا، يمكن الاثنين كانوا في القاهره ولعبوا مباريات وديه، والهلال وصل اول امس وامس اجرى تدريبه، والمريخ امس برضه وصل الى الخرطوم استعدادا لهذه المباراه. وطبعا عارف انه القمه دائما هي بتكون على فصيح ساخن باذن الله تعالى. نتمنى التوفيق للفريقين انه يقدم لنا مباراه حلوه والناس تستمتع بمشاهدتها عبر الشاشات، على اعتبار انه المباراه غير يعني بدون جمهور، وحتى الاعلام الفرص يعني ضيقه جدا لدخول التحدد انه يعني مجموعه بسيطه جدا من الاعلاميين اللي بيغطوا المباراه حيكونوا حاضرين في استاد الهلال ان شاء الله يوم الاحد الساعه 7. الفريقين الليله حيجروا تدريبهم قبل الختامي، الجمعه حيكون التدريب الختامي، يستعد دائما يتدربوا تدريب خفيف ويستعد لهذه المباراه. اخبار منتخبنا الوطني برضو بدات خلاص يعني ارهاصات انه حيكون في الفتره القادمه مزيد من الاعداد بعد مباراه القمه دي، حيبدا اعداد الجاد لمباراه المنتخب الليبي، فيها مباراه حتكون فاصله للتاهل لمونديال العرب اللي هو حيكون في قطر، تجربه مونديالية في هتشهدها الدوحه القطريه في يعني شهر 10 الجاي دي، حيلعبوا بطوله دوري ابطال يعني مونديال العرب سموه كده منتخبات العربيه، ومنتخبنا طبعا تم تصنيف في المجموعه الرابعه، حيلعب مباراه فاصله بعد ذاك ان شاء الله يعني يتاهل لمجموعه فيها الجزائر ومصر وربما ليبيا او لبنان او جيبوتي. نتمنى التوفيق ان شاء الله برضه لصقور الجيبيان في بدايه اعدادهم وبرضه اعدادهم للتصفيات والنهائيات كاس العالم، تصفيات كاس العالم اللي تم تأجيله برضو، وبرضو تصفيات افريقيا لكاس العالم. عالميا يمكن امبارح الدوري الانجليزي كان ليفربول فاز على بيرلي بثلاثه اهداف دون مقابل، ويمكن يعني مباراه كانت قويه جدا، الليفر بيلعب كويس جدا وضمن خلاص انه يلعب في دوري ابطال اوروبا. باريس سان جيرمان فاز بنهائي كاس فرنسا بعد فوزه على موناكو بهدفين دون مقابل، وكذلك اليوفي فاز بكاس ايطاليا بعد فوز جيد جدا في المباراه اللي كانت يعني بالامس برضو وقدم فيها مستوى ممتاز جدا. اتمنى التوفيق ان شاء الله للهلال المريخ انه يقدم مباراه كويسه يا احمد فتح الله، وبعد ذاك يعني المنتخب الوطني يزداد جيد باذن الله للمرحله القادمه. شكرا لك وتحيه لزملائنا في فريق العمل. شكرا لك يا محمد فضل الله، ويديك الصحة والعافية إن شاء الله، ويومك إن شاء الله يكون جميل يا رب. شكرا يا أبو عاشي. الله يديك الصحة. يا محمد. أيوه. يعني توقعاتك أنت لمباراة الهلال والمريخ، يعني دايما أي زول نحن نزلوا أنت هلالابي ولا مريخابي؟ فما بجاوب السؤال له، فأنت حتكون زول محايد هسه حاليا صح؟
طبعا اكيد ايوه يعني الهلال والمريخ والله اللي نحبهم الاثنين نحبهم دائما يقدموا لنا ماده دسمه مباراه حلوه مباراه فيها تشويق واثاره وبعد ذاك يمتعوا جماهيرهم. طبعا مباراه الهلال والمريخ دي هي يعني منقسمه لاقسام كثيره جدا جدا، فيها البشعيده بيتعصب، فيها البشعيده بيستمتع، فيها البشعيده بي يعني روح جيده جدا عاوز يستمتع بواحد من اللاعبين او اثنين، وخاصه انه يعني في الفتره الاخيره طبعا بعد المنتخب بدا يقدم مردود ومستوى جيد جدا. الناس بقت عين على اللاعبين بتاعين المنتخب في القمه، وبرضه اللاعبين اللي ينضموا حديثا للازرق والاحمر، واللاعبين صغار السن اللي برزوا برضه في الفتره الماضيه. فبالتالي القمه بعد احنا المفروض ننظر لها النظره بتاعت انه يعني نستمتع بهذه المباراة إن شاء الله في أجواء جميلة جدا ومشاهدة يعني حلوة، وأتمنى إن الفريقين يعني يقدموا لنا مادة مميزة جدا إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله، والمجتهد هو اللي يعني ينال نقاط المباراة، خاصة إنه يعني السباق محموم جدا على صدارة الدوري الممتاز في نصفه الأول يا أبو عاشر. إن شاء الله يا محمد، شكرا لك كثير، الله يديك الصحة والعافية. شكرا لك. ان شاء الله نتمنى التوفيق للهلال والمريخ، وايضا نتمنى ان شاء الله منتخبنا الوطني يصل الى كاس العالم. في دائما نتمنى نهضة السودان رياضيا وثقافيا واعلاميا ومن كل النواحي. اغنية ونرجع نتواصل معكم من جديد.